السلام عليكم. تم مؤخرا استلام ثاني باخرة قاطرة باتوري موركر من طرف شركة سوناتراك، وهذه الباخرة الثانية تم صناعتها في ميناء بوهارون بولاية تيبازا، وهذه الباخرة تعتبر ثانية إذن في من نوعها، حيث أنها مصنوعة من الفولاذ. وللعلم أن هذا النوع من الباخرة يستعمل في توجيه الباخرات الكبيرة الحاملة الحمولات الكبيرة من البواخر التي ترسو في ميناء بجاية لحساب شركة سوناتراك، يعني في ميدان المحروقات. كذلك أنه العملية تاع تصنيع هذه البواخر تقتصر غير على يعني لو باتو ان لويمام، لكن المعدات كالمحرك والمعدات تاع الملاحة فهي تبقى مستوردة من الخارج. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.